حييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. مثل ما وعدتكم اليوم ضيفنا مدير عام وزارة الأشغال العامة الأستاذ تونس بولس، يلي طبعا كلنا انتظرنا الموازنة مثل ما الناس انتظرت، كمان الوزارات كانت منتظرة موازنة حتى يبلش الشغل، لأنه المطلوب كتير وبدنا نشوف إذا الموازنة على قد أمال اللبنانيين والمشاريع المطلوبة. فاليوم طبعا مع سعادة المدير العام عندنا كتير من الإيجابيات، خصوصا بعد ما صدرت الموازنة من بعد ما امبارح اللجان النيابية أقرت بعض المشاريع اللي نحن كمان رح نحكي فيها اليوم، وبالتالي رح نعرف هالموازنة كيف مقسمة، وبعتقد أكثر حصة رح تكون للأوتوسترادات. بس المهم الناس في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. طبعا دائما كنا عم نتواصل وعم ننطر الموازنه مثلنا مثل كل الناس سعاده المدير العام، ولكن اليوم لانه الطرقات مطلوبه وبسلامه مروريه اكثر، ما رح حملك السلامه المروريه بقدر ما حملك موضوع الطرقات اليوم، يلي الموازنه اقرت حاليا امبارح باللجان النيابيه. في شغلتين كانوا اساسيتين، اول شيء اعتبار كل المدن بلبنان كالعاصمه بيروت وطرابلس، من ناحية المدن هي عاصمة المحافظات. من ناحية المجالس البلدية وصلاحياتها، نعم. هيدا نوع بداية من اللامركزية. اللامركزية الإدارية، إنه أعطاء صلاحيات تقرير المكتب الفني بالتراخيص البناء ضمن ال إدي، هاي بتسهل على الناس وبتحدد بتسهل شوي يعني بالزبط. الفوضى بتحد من الفوضى، بتحد من المركزية كمان، بتسهل أمور الناس ضمن المحافظة. مثلا بالبقاع، محافظة البقاع في زحلة بجنوب النبطية وصيدا، وبشمال طرابلس. طرابلس موجودة وبيروت، بس تبعت هلأ بقية المحافظات يلي هي مراكز المحافظة. المدن صار في عندها نوع من استقلال إداري بهالمشروع القانون اللي صدق امبارح. شو بده حتى هو صدق امبارح بس حتى يصير قيد ال هلأ لا يصدر بالهيئة العامة، يعني تعدل يصدر بقانون ويصير نافذ المفعول والقرار بالجريدة الرسمية. والقرار الثاني المهم صدر امبارح عن اللجان، عن عن المجلس النيابي، مشان نعم نحكي نحن مشان النفق. نفق الأنفاق بالأحرى. ايه في نفق امبارح أكر مشروع هو نفق الحمانة زحلي. وهيدا أكر بخطوط الأولى، أكيد مشروع عنون هيدا بعده موجود باللجان المشتركة، هلا أكر امبارح وحيل للهيئة العامة، بس هيدا بده شغل كتير لأنه هيدا بده ينفذ عن طريق البي بي بي، يعني عن طريق البي او تي، واللي انه ما عندنا بعد نحن برعى شؤون البي او تي، بس في عندنا قانون الشراكه اللي اقر من سنتين بمجلس النواب بين القطاع العام والقطاع الخاص، على اساس قانون الشراكه البي بي بي ممكن يتنفذ هذا المشروع، بس انه اكيد بعد ما تنجز الدراسات اللازمه له، اللي هو اسمه نفق حمانه زحلي، وهيدا بيسهل حركه المرور. وهيدا هذا اللي عم بيطالب في شيء، عم بيطالب فيه سياده المطران حنا رحمي حتى نعم. على طريق ظهر البيدر دير الاحمر، يعني حتى نعم. ما هيدا عم بيطالبوا فيه هو نفق اللي بيربط منطقه دير الاحمر بعينات الارز، هيدا اللي طوله 4 كيلومتر. في شيء جديد عليه؟ هيدا كمان من نوقش امبارح باللجنه، ونفق ثالث هو كمان نوقش هو الهرمل الضنيه، انه هيدي بعض مشاريع يعني أكيد. ونوقشت باللجان المشتركه امبارح، واقر منها هو نفق زحلي، وعلى امل انه الباقي نفق حمانه زحلي هو هيدا النفق. في دراسات انعملت من زمان، عملتها شركه يابانيه بالسبعينات وحط وقت دراسه شامله كيف مداخل ومخارج النفق من نهر بيروت، منطقه دبي، منطقه الحازميه، بيطلع من هون كيف المسلك تبعه، كيف تظهر منطقه زحلي، وكل في خط ترين بقلبه نفق للسيارات، يعني ثلاثه بثلاثه، ثلاثه خطوط روحه وثلاثه رجعه، يعني مشروع كثير كبير. دراسه انعملت من زمان هيدي، بس بعدها بتنطبق هلا على الوضع الحالي او بدها تعديل؟ اكيد بدها تتعدل حسب الوضع وحسب الاوتوستراد العربي والاستملاكات اللي طالعه بالاوتوستراد العربي، يعني كيف الانتري والسورتي بده يصير من هالنفق هيدا، وبده ينعمل دبل ستيج، يعني طابق طابق للترين، لخط الترين، وطابق لخط الشاحنات والكاميونات. اكيد هيدا دراسه وبده دراسه معمقه وطويله وبتتعم، يعني بتهتم فيها هيدي الدراسه، بتقوم في الشركات اللي هي ممكن تاخده عن طريق البي بي بي، عن طريق المشروع اللي عم يندرس حاليا كمان برئاسه الحكومه، اللي هو نفق خلدي دبي لعايبه، اللي هو جاي من باريس هادر التمويل تبعه، كمان عن طريق البي بي بي، يعني عن طريق الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحتى عن طريق البي بي بي في الاكسبرس راي واي. اكسبرس واي طوله 38 كيلومتر. هيدا ببلش من وين؟ من خلدي، من خلدي الحزمية، بيمرق بجديده، بيمرق بدبي، بعدين بيطلع يسوع الملك بعجلتون، بينزل بتبرجة، بكفي على العقابة، سلسلة أنفاق وجسور. هاي بنا وصلنا بالعقابة، خليني رجعك شوي على تلزيم طريق جوني.
قديش كانت مهمة اليوم هذا التلزيم؟ أخذ وقت، هو صار 10 سنين لا يعني جوني على مرحلة التنفيذ من يومين ثلاثة، لا يعني عم نحكي نحن أنه صاروا شهر تلزم وكل أخذته شركتين رسي عليهم لبنانيتين كما عرفنا. نعم شركات لبنانية اللي شركات أخذته. لبنانية هي حورية وهي شركة تانية اللي هي أخذها طريق ظهر البيدر القسم الثاني. راح على المجلس اللي هو جاي قرض أوروبي هيدا 75 مليون أورو، راح على البنك الأوروبي ليتصدق التلزيم ليتباشر بالتنفيذ، لأنه يعني استملاكاته اندفعوا وهلا أخذ طريقه للتنفيذ. إن شاء الله إنه قريبا بتباشر بالتنفيذ ورح يبلشوا العالم هلا يشوفوا إنه التنفيذ مشي تقريبا لسنتين ونص مثل ما عرفنا. سنتين ونص بس أنا بعتقد إنه بيخلص أقل إن شاء الله. إن شاء الله أقل بسنتين، لأنه وتيرة الشغل رح تكون كتير فيه عالية. الأدو بيصير شيء تاني كمان، هيداك مشروع تاني أدو بريم. الأدوين اللي صار أدو بريم عم بحكيكي عنه، هيدا المشروع هو الإكسبريس واي اللي هو بيجي من خلدي ضبي لعايبة يسموه أدو بريم، لأنه بيطلع على منطقة عجلتون بيمشي بنفق وبينزل من هونيك بعدل الأدو. حتى ندخل شوي بالموزن اليوم، يعني ما بعرف قد ما نكبر موازنة وزارة الأشغال بيضم في حاجات ما بتلبي كل الحاجات سعادة المدير، ولكن اليوم الأولوية هي لشو؟ هل هي للصورة؟ هل هي للسلامة العامة على الطرقات العامة؟ كيف مفصلة هالموازنة؟ وأي متى رح بتبلشوا الناس تلمس شيء على الأرض؟ يعني صراحة نحن عنا هم كبير هو الطرقات العامة والطرقات الدولية. أهم كبير هو أنه نحن بدنا نعمل لهم صيانة مثل ما هو لازم، أنه بدنا نعمل بالصيانة كل شيء. كان عندنا مشروع من زمان عاملينه نحن قانون برنامج على 5 سنين صيانة الأوتوسرادات، هيدي بال2000 نعمل بروجرام ونشغل فيه شوي وبعدين ما تجدد هيدا البروجرام. مفروض هو هيدا قانون البرنامج نعمل للطرقات الدولية يكون فيه متعهدين على 5 سنين اخدين التزام الأوتوسراد بما فيه كل شيء بتضمنه من إنارة، من سلامة مرورية، من صيانة، من كل الأشياء اللي بتعلق علاقة بالأوتوسراد. هلا نحن عاملين ملفات تلزيم لقلو هيدا الأوتوسراد الدولي من الحدود الجنوبية للشمالية ومن بيروت لظهر البيدار للمصنع. كتير كمان بتضمن كل شيء، إنارة، سلامة مرورية اللي هي الإشارات السير والإشارات الدليلية مع تزييح، مع صيانة، مع تسفيت الترانشات. إن شاء الله أنه قريبا بيمشي، لأنه هلأ أقر اعتماده بالموازنة اللي صدرت هلأ وهلأ عم نعمل ملفات التلزيم تبعه، وإن شاء الله قريبا المواطنين رح يشوفوا هالشيء. نحن من بعد الفاصل رح نكمل معك ببعض الطرقات ببعض القرى والبلدات اللبنانية. فاصل ومنتبع. نتابع مع مدير عام وزارة الأشغال العامة المهندس طانوس بولوس. طبعا نحن حكينا عن الموازنة إن رح تبلش الأشغال رح يشوفوها بكل الأراضي اللبنانية، بس عندي شيء بدي أسأله كمان موضوع الجسور والفواصل فيه. يعني هيدا مشروع كتير كبير نحن عملناه بالوزارة، يعني بتعامل مع الوزير فنيان وصعد توجيهات لهيدا المشروع لأنه له أولوية على كل شيء، على كل جسورة إلى فواصل، تقريبا في قسم كبير منها بده صيانه وبده اعاده النظر فيه. عملنا ملف تلزيم لجسوره بكل لبنان، فواصل على كل جسوره بكل الاراضي اللبنانيه، وتلزم المشروع من 3 ايام. من 3 ايام يعني فين ولا متى ببلش الشغل؟ تقريبا انه بده يتصدق بديوان المحافظه بشي جمعه وجمعتين وبعدين بيشر الشغل فيه، انه ان شاء الله بالنص اب وطلوع بنباشر بالاشغال. وبعدين بنصير نبلش نفكر بتصريف مياه الامطار وبدء البلديات والوزاره. بلشنا تحضير. ايه يعني كان امبارح اجتماع تنسيقي بالموضوع بالوزاره نعمل المتعهدين انه نحن بنباشر ان شاء الله باخر الشهر. رح يباشروا قبل ما يقبضوا؟ يعني نحن مضطرين نقوم بواجباتنا كإدارة. هلا الموضوع الثاني منه عنا القبض، موضوع ثاني هو بالمالية وبيقولوا إجراءات ثانية، بس احنا فيما يعود لأننا عم نقوم بنقدر اللي بنعمله، يعني اللي هو ضمن إمكانياتنا وضمن صلاحياتنا. فاجتمعنا فيهم وطلبنا منهم هلا بموظفين الوزارة إنه نحضر يحضروا حالهم. بكره بتبلش التعاميم كمان للمحافظين والقائم مقامين والبلديات، يعني هذه نحن اشياء روتينيه بس. نعم. انه في اشياء كم شغله لازم ينعملوا هلا، بدهم ينعملوا قبل يعني بشهر خلال اخر اب اول ايلول نكون مباشرين فيهم كليا. ويلي اشتغلوا بجرف الثلوج وكانت سنه شيق عليهم قبضوا يما كمان هيدي بالماليه، صار وضع استثنائي ما كان في حكومه بوقتها مزبوط، وكانت اجراءات اداريه. نحن ما فينا الا بنكون نمشي ضمن اجراءات اداريه موجوده لانه القوانين بتحكم شغلنا.
فصار في حفظ حقهم، بس لهلا ما انه هلا طلعت الموازنه، ان شاء الله انه قريبا عم يتسوى وضعهم وبيقبضوا كل المستحقات المتواجبه لهم. بيعتين لي على الفيسبوك الحل عنا انه طريق المكلي صعودا لبرمينا استياف، هيدي طريق رئيسية ملحوظة شيء هالطريق؟ نعم. نعم هاي طريق ملحوظة، ونحن الله عزين ملحوظ قسم منها بده يتلزم عبر الجاي القرض من وزارة الأشغال قسم من البنك الأوروبي قسم بمجلس مياه والعمار يلي هو تنفذ قسم منه من السنة الماضية، تلزم من هيدي جزء هي طريق المكلس المنصورية توصل لبرمانة. وفي طرقات تانية برئيسية ببعض المناطق من ضمن هالمشروع، وان شاء الله انه السنة انه يعني من بينه كمان بأنطلياس بكفية. أنطلياس بكفية نحن عملنا قسم منها، نفذ قسم أنطلياس بكفية على مرحلتين، أنطلياس الرابية ومن عدن الرابية لمزرعة يشوع لفوق، نعمل قسم وزارة الأشغال السنة الماضية واللي قبلها، بعد في القسم الثاني، بس هيدي بدها إجراءات للسلامة المرورية، بيلزمها إشارات وعلامات للسلامة المرورية. نحن عملنا جولة نحن شوي بالمتن، خلينا نشوف سوا وفيك تعلق ادعم وتشوف الصور مدير. هاي تبرجة، بلشنا بتبرجة. ممكن يكون في تسفيت نعم. لل إيه. على الأقل هيدي البوار الفواصل، هيدي بحالات هل نهر إبراهيم رح يكون عنده فواصل تنحد من الحوادث، هي جبال الزغرين طلعنا على بسكنتا هلا على طريق بسكنتا الزغرين يلي بفتكر وزارة الطاقة كانت عاملة الأشغال فوق. نعم. شو فينا نقول عن هالطرقات هيدي سعادة المدير؟ يعني في منها طرقات ضمانية، بعدين رح نرجع نفوت على المياسة مع ناسا كمان. يعني في طرقات نحن عم نشتغل، وزارة الأشغال عم تشتغل على مشروع طريق هو اللي بيمرق ببولونيا المروج بينزل على مرجبة؟ لا لتحت على لمتين؟ المروج بولونيا؟ المروج بولونيا اللي بينزل على خنشاره، على الخنشاره، خنشارة. طريق الخنشاره، على الخنشاره هلا رح نباشر فيها هيدا المشروع. هيدي الكفور مثلا هيدي لانه صار في صرف صحي وتصريف مي. وين بالكفور؟ حفرت الطريق كلها سوا طريق الخنشاره. الخنشاره ايه. نعم. وهلا كان في التزام للوزاره وقفنا عنه لخلصوا المشاريع المي والصرف الصحي، لانه الطريق كلها سوا انحفرت على طول شي 2-3 كيلومتر. هلا بدها تنعمل من قبل الوزاره، رح يباشر فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله. هي طريق الخنشاره. نعم. طريق الزغرين كمان هي كانت وزاره الطاقه اتفقتوا مع الطاقه تعملوها انتم؟ اتفقنا معهم رح يكفوا هن يطلعوا منها، لانه هيدي الطرقات فعلا كان معمول لها صيانه قبل. وبس ما الطريق يدق فيها، بس ما الطريق يتمرق فيها، وكان عليها مشروع الصرف الصحي واختربت وبعدها مخروبة. يعني مفروض انه يشغلون هن يرجعوا ضمن المواصفات يقدموه. عم يعملونا مشكلة كبيرة، يعني انه صراحة الطريق بتكون معمولة بطريقة وفي المواصفات المطلوبة. تنبحش الطريق كلها من جانب ادارات تانية، ما عم ترجع لطبيعتها، بس الطريق يتمرق فيها خطوط خطوط بنى تحتيه اللي هي صرف صحي ولا مي ولا كهرباء ولا تليفونات، ما بترجع لمسطح الطريق لمثل ما كان لو مهما عملوا. كيف بالاحرى هلا بهالظرف هيدا انه متعهدين يعني ما عم يشتغلوا ضمن المتعهدين بيشتغلوا بالمصاري، بتخلص مصاري بيوقف وبيوقف معه كل شيء، وهذا بتاثر اكيد على الناس، بتاثر سلبا علينا اول شيء وعلى العالم كله. يعني احنا بدنا نناشد وزير الماليه يفرج عن اموال المتعهدين حتى تنتظم كل هالاشغال هيدي بوقتها كمان. شفنا الكفور كمان، الكفور كسروان صار اشغال، بس انه ليه بعد ما تزفت كمان؟ في مشروع عم ينشغل هو غزير جداره غزير. نعم. بيوصل مدخل الكفور من تحت قطين. هيدا القطين هيدا الوزارة عم تعملون قريبا ان شاء الله بيخلص. يعني توسع الطريق 10 امتار زفت، وهيدا مشروع كتير كبير وكان ضمن المشاريع اللي هن موجودين بقرار مجلس وزراء 66 بال 2012. هيدا مشروع كتير مهم وكتير حيوي، صار خالص قسم الكبير منه، يعني هلا بيشوفوا المواطنين منه هو والطريق الثاني اللي بتيجي من منطقة بيوصل منطقة عرمون حياطة بينزل لتحت على شو اسمها غزير. نعم. بعد الحياطة في القطين، حياطة العرمون بيجي على باتجاه الطريق اللي بتنزل من غزير بتلف من تاني ميل على غزير. على غزير. إيه كمان هيدا مشروع تاني بيتصلوا تقريبا باراليل لبعضهم، هو المشروعين قريبا بيخلصوا او دي عم تقوم فيهم وزارة الأشغال. بالإضافة لمشاريع تانية صيانة هلا بدنا نقوم فيها على الطرقات الرئيسية. نحن عفرجيك شوي المياس، احكي شوي معك موضوع الصرف الصحي، مشروع الصرف الصحي
بتحب تحكي عن مشروع الصرف الصحي قبل؟ يعني الصرف الصحي مش عنده وزارة مش عندكم، عند وزارة الأشغال أنتم ما عندكم. نحن المشكلة إنه كل شغلنا هو وراء الصرف الصحي. يعني الطلقات بتكون بحالة مقبولة وحالة منيحة، بينعمل فيها مشاريع صرف صحي وبنى تحتية مستحيل ترجع لحالتها السابقة. أكيد. فهون يعني إنه المشكلة بدها علاج جذري، إنه بمتعهدين الصرف الصحي لأن وقف الأشغال الطرقات بمنطقة الشمال إهدن وغيرها بسبب الصرف الصحي، وأنتم واقفين ظروف فنية قاسية، تنحط شروط فنية قاسية، تنحط على متعهدين الصرف الصحي إنه يرجعوا يعيدوا مسطح الطريق لسابقه، إنه عم يجوا يمدوا المجاري كلها ومدوا البنى المطلوبة يمدوها والبنى التحتيه والتمديدات ما عم ترجع لوضع الطبيعي، لانه المواصفات اللي عم تحطها المفروض يكون في تشدد فيها اكثر. اكيد رح نشوف شوي المياسه فتنا عليها لانه كثير اجينا تليفونات من فوق. هاي طريق المياسه، رجعنا شفنا شوي الزغرين سفيلي مياسه. يعني مثل كل هالشعب عم نتبهدل، اوكي كل يوم سياراتنا بتتكسر من وراء النواب والوزراء كلهم. قبل الانتخابات اجوا حفروا هون على اساس عم يمدوا بجرير تتنتخبهم العالم، بعد الانتخابات نسيونا فل متعهد وفلوا كلهم وبقيت الطريق كلها محفره. اذا بتنزل لتحت بتشوف كمان البهدله كلها، وما مش عم نعرف لمين بدنا نحكي وشو بدنا نعمل. نحن ما ضد المشروع ابدا، نحن ضد اللي ما يتكمل المشروع للاخر. كل جمعه سياراتنا بالجراج، كل جمعه بيطلع فينا صوت جديد بهالسيارات، مش وحده تضيع كلها عم تتناشد، مش بس حمليه. قلنا سنه نفس الموضوع، كسروا السيارات من ورا جوار هون، كل مترين ثلاثة في جورة مثل ما شايف، إذا مش جورة الرجال عالي. بتطلع من هون هيك وبتنزل من تاني ميل وبتطلع راس طالع في كتير مطبات. يعني عارفين صار مروح شي 20 دولاب من ورا فوق. إذا كل شي خربان بهالبلد، طيب بتطلع؟ تعبنا، ما بقى فينا نحكي، ما بقى لنا جلادة نحكي، يعني عم نعلي الصوت كتير وما عم يوصل صوتنا. ما فينا نمشي على الطريق، عم نتبهدل كتير. كل جمعة بدنا نغير دواليب سيارات، كسروا سياراتنا، ما بقى في شيء، يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ عتبة على بلدية، على كل المسؤولين بالنهاية، وغبرة ما فيك تسأل، بلشوا بالمشروع ووقف المشروع وما عاد فينا نوصل على بيوتنا وتبهدلنا كثير يعني، هذا كل شيء بقول لك اياه. فبنطلب حدا يطلع فينا ويشوف شو الحل؟ أنا بدي أسأل شو الحل؟ نحن شو الحل؟ اللي بلشوا بالمشروع هن اللي بدهم يلاقوا الحل بالنهاية. يعني مدير هذا اللي عم بتقوله، ببلشوا ببنى تحتيه بيتركوا الطرقات، ووينك يا وزاره اشغال؟ بتكون يلي بيعمل طريق لازم يكملها، ما هيك بالضبط، اللي بياخذ مشروع لازم يكمله. انا بدي احكي كلمه كثير تفضل مختصره هون. نحن عايشين بلبنان ولبنان كلنا بنعرف بعضنا، يعني وزاره الاشغال مركزه شغلها على الطرقات الرئيسيه والطرقات الدوليه والطرقات المحليه، فبطلب انا من البلديات، بلديات عليها مسؤوليه كثير كبيره ضمن نطاق البلديه، المراقبه على القليل، المراقبه على القليل تيجي للمتعهد اللي عم يشتغل ضمن نطاق عم يمد بنى تحتيه. في بلديات عم تاخذ منه كفاله، في بلديات عم تمنعه يشتغل الا ضمن الشروط. يا ريت عملناها بس كنت على طريق الشاوي، يمكن ما كانت بقيت مكسره. انت ممنونين على كل حال، هلا دخلنا بالموضوع يعني، بس هي البلديات عليها مسؤوليه بس كبيرة. هي كان صرف صحي صفينا بين البلديات عليها مسؤوليه، انا ما عم وجه لهم شيء، بس انا بطلب منهم بكل محبه وبكل صداقه، يعني بيقدروا ياخذوا كفاله، ياخذوا اجراءات، حتى بياخذوا اجراءات بحق المتعهدين عم يشتغلوا ضمن نطاقهم. مين ما كانوا، نحن مستعدين لاي شيء تعاون نحن وياهم، لأي نطلب يعني نستمع أو نعرف أي معلومة منهم لحتى نتعاون نحن وياهم على الموضوع، لأنه هني أدرى بالموضوع أكثر منا. وين في ضمن نطاقهم البلدي مشاكل بنحلها نحن وياهم؟ بطلب منهم أنا طريق ضمن نطاقهم مثلا بدها شوية صيانة ترفع المشكلة عن الناس يتدخلوا فيها، أنه بدها عملية مش كتير كبيرة مثلا، إذا رقعوا بعض الحفر ضمن نطاقهم البلدي لو كانوا هن الطريق مش مسؤولين عنها بيكونوا عم يعملوا شغل منيحة، مش شغلة عاطلة أبدا. أنه يتطلعوا ضمن نطاقهم البلدي بالمشاكل اللي هي ماشي، إن كان طرقات إن كان بنى تحتية إن كان شو ما كان، يكونوا هن موجودين، لأنه هاي شغلتهم، هن أم الصبي بالموضوع هونيك. نحن مش موجودين بكل لبنان، مش موجودين على كل طرقات لبنان، كل واحد بنطاقه البلدي بيعرف كل شغلة بتصير، بيعرف إذا حجر انحط طيب كيف الأحرى ضمن نطاقه طريق مثلا بيشوفها وضع سيء بيجي بيحكي مع الإدارات المعنية الوضع سيء، أو هو حتى بيتدخل، هو بيتدخل بيشوف مشكلة بيحلها هو ضمن نطاقه البلدي. هلأ حليفاً والورشة
100%. هلأ فينا نقول أنه الورشة بدأت بعد التلزيمات وبعد الموازنة. يعني المواطنين رح يشوفوا على كل الأراضي اللبنانية اليوم أشغال إن شاء الله نقدر إن شاء نقعدهم الله. إيه إن شاء الله نقدر نقعدهم. بس أكيد نحن ما نتعاون مع بعضنا أكيد. كل الإدارات بدها تتعاون مع بعضنا ونحن إذا ما نسقنا مع بعضنا وشتغلنا مع بعضنا إن شاء الله كمان موضوع توقيف الكسرات ما يأثر على على الأشغال مأثر. كمان وضع الكسرات مأزم لأنه في متعهدين اليوم كتير عم يشتكوا أنه اليوم ما عنا بحث ما عندنا كميات البحث المطلوبه لشغلنا نقدر نأمنها. بيتعذر علينا تأمين كميات البحث عم يعملوا. يعني هيدي مشكله من ضمن سياق مشكله كبيره لازم تنحل اكيد بده ينحل ونوضع لها حلول وهيدي الحلول مش عندنا نحن. هيدي الحلول انه تنحط على طاوله مجلس الوزراء هيدي ان شاء الله يجتمع مجلس الوزراء وبتنحل كل القضايا. اهلا وسهلا فيك مدير عام وزارة الأشغال العامة طانوس بولس. طبعا مشاهدينا يريد فيها نحكي عن كل طريق بطريقه لأنه بعرف أنه بلبنان ما في منطقة ما في محافظة لما عم بتطالب بطرقات وبدأ اليوم قبل بكرة, ولكن بقدر الإمكان في وعد إن شاء الله يجتمع مجلس وزراء كمان ليأخذ قرار بموضوع الكسرات حتى كمان نعم. يكون في مستلزمات العمل يعني مش بس الوضع يعني انا بدي طمنك انه ان شاء الله بنقوم والمعالي الوزير فنيانوس هو بده ياخذ الاجراءات اللازمه. نحن بنحيي للوزير فنيانوس وطلب منا انه نتخذ كل الاجراءات المطلوبه ضمن الامكانيات المتوفره بالاداره هلا, ونحن رح نكب هلا فرص عمل على هالشيء هيدا لنقدر ضمن الامكانيات المتوفره لنا بالموازنه نلبي هالطلبات المطلوبه ونقوم بالاشغال المطلوبه من الامن سليم المروري على طرق العمل. اكيد ونحن اكيد بنطلب من كل البلديات تعمل واجباتها يعني بالمراقبه, وبالتالي كل الادارات موجوده بخدمتها. شكرا لك مجددا, نلتقى بكره دائما مع الحل عنا. الى اللقاء.